يعني لما نيجي مثلا في ذكرى الهجره بتاع سيدنا النبي مثلا، فبنبتدي نحكي الحكايه اللي هو خدها، اللي هو الغار والمخيم على العنكبوت والجو ده، فتلاقي الحدوته بتاع الابتدائي فاهم، وانا بحكي له القصه. النبي وابو بكر اتنين، ابو بكر سخيل يا الدين، العنكبوت خيم عالزين، خيم عليه في الغار وكساه. كان النبي في حالات النوم، نزلت دموع ابو بكر تعوم، جت على خد النبي صحاب، قال له مالك يا صديق، هو في الوكر حصل لك ضيق؟ قال له ثعبان في الوكر عتيق، أرسني يا رسول الله. قال له تعالى يا ثعبان، ياللي عبت وعيبك بان، بتقرص ابو بكر العدنان، مش خايف من هبة الله؟ وبنحكي القصة بتاعت الهجرة.